مرحبا، اليوم راح نسوي تمرين الجزر أو التاتشينا، يلا وياي. أحتاج جزر برشته مثل هيجي، هاي النوعية، وكمية الجزر طبعا أنا أحبها أكثر من كمية التمن، أسويها ضعف أو ثلاثة أضعاف، يعني إذا 3 كواب جزر كوب التمن. التمن كوب واحد، فورت مي وملح وحطيته بيه وصفيته، هسه هو نص استاو نص مستوي. بصل راس واحد ومثروم ما بهاي الطريقة زين عيني. وهسه اللحم حسب الرغبة، إذا تريدون لحم غنم أو لحم بقر، أنا أحبذ اللحم الغنم أطيب وياه. قطعته مربعات وسلكته، وطبعا من سلكته واستوى أخذت جزء من مي اللحم وخليته على صفحة لأنه راح أستفاد منه. وأحتاج الكمون والدارسين، فلفل أسود، شوية كاري وملح. راح أبدي بيه، أحط شوية زيت الزيتون، وراح أحط البصل. هسه راح أطلب البصل إلى أن يحمس وأرجع لكم. هسه راح أضيف اللحم اللي أنا سلكته، وأخذت مي اللحم. هسه راح أضيفه وأقلبه، راح أضيف له شوية فلفل الأسود. دائما الكمون ويا لحم الغنم كلش طيب يصير، خلي طعمه حيل طيب. هسه راح أقلبه شوية وبعدين أرجع لكم. هسه راح أطلعه، طبعا إذا تحبون لحم مثروم يكون أسهل من لحم مكعبات، بس أطيب إنه يكون لحم مكعبات، يكون ظاهر وطعمه طعم اللحم الخروف طيب، أنا أحبه أكثر من لحم المثروم. هسه هيجي هاي صار، راح نضيف الجزر. أنا دائما أخلي كمية الجزر أكثر من كمية التمن حتى يظهر طعم الجزر أطيب، ويقولون الجزر يقوي البصر، وأني آكل بهالجزر وأني ألبس نظارات وابني يلبس نظارات، ما أدري هاي المقولة من جتي. الجزر يقوي البصر لأنه بيه فيتامين أي، فأكلوا جزر، وأني تاليتها ألبس نظارات وابني هم يلبس نظارات، بس طعمه كلش طيب. هسه راح نضيف فلفل اسود وكل جزر حتى يقوي البصر، وراح نضيف لها دارسين. الدارسين طعمه يخبل ويا الجزر. هسه هذا ونخليه شويه يحمس ونرجع لكم. هسه راح اضيف له شويه ملح حسب الرغبه. اوكي تمام. هسه بهاي الحاله كمل الجزر استوى. هسه راح اجيب جدريه واحط التمن واخلطهم كلها سوية. راح اضيف هسه شويونه زيت الزيتون. طبعا اختي هسه خابرتني دا تقول لي شلون تسوي تمن الجزر، قلت لها انتظر لحد ما اسوي اليوتيوب. هي عم تسوي تمن الجزر. هسه ايش راح اسوي؟ راح اضيف التمن اللي انا سلكته بمي وملح وصفيته، بس ما خليته كلش يستوي، خليته هيك يعني نص استوى.
ثلاثة أرباع الاستاو. شوفوا كمية التمن بالضبط، كمية التمن كوب تمن ثلاث كوابة جزر اللي يقوي البصر. هاي الطريقة. بهاي اللحظة راح أضيف أنا شوية كاري للتمن، شوية وأنا مو هواية، رشة خفيفة. أبدي أضيف الجزر، هاي هيجي مثل ما تلاحظون، وهسه أضيف اللحم وأقلب. هسه تشوفون كمية التمن أقل من كمية اللحم، يصير كلش أطيب. هاي الطريقة حيل أطيب، والتمن يبقى ما يعجن، والجزر يبقى بيفد كرنشي بسيط. حيل طيبة هاي الطريقة، جربوها وقولوا لي. أنا حيل أحب تمن الجزر، مي لحم للتمن، وأغطيه حتى يتهدى فد ربع ساعة 20 دقيقة يتهدى التمن. هسه استوى، هسه صار كمان راح اقدمه. تمن الجزر او التاتشينا صارت حاضرة، ريحتها تخبل، شكله يجنن، طعمه كلش طيب. تقدرون تاكلوه ويا الزلابة، طعمه يصير كلش طيب. هسه راح اضمكن انه مدى اتحمل. طبعا هذا الغداء مالتي ومالت عموري. الصندوقه حيل طيب، اللحم ويا التاتشينا ويا الجزر، الجزر كلش طيب طعمه، ويا الكمون ويا الدارسين كلش طيب. جربوا وقولوا لي رأيكم، ولا تنسون الإعجاب والاشتراك بقناتي. أنا صراحة رح أتغدى أنا وابني، وألف عافية.